بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وإليه المصير، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وصيتي لنفسي ولكم تقوى الله، امتثالا لأمره في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحاول في خطبتنا هذه أن نختتم حديث جريج، حديث صحيح وقد أورده كثير من أهل العلم بالسنة النبوية في كتبهم. وقفنا في حصتين سابقتين أو قل في خطبتين سابقتين على بر الوالدين، اتباعا لوقفة أم جريج وندائها لابنها أن يلبي حاجتها. جريج كان إنسانا عابدا زاهدا بارا بأمه، لكن ابتلي أن وافق في 3 أيام متتاليات أن تقف عليه أمه وهو في صلاته، فتزاحم عليه واجبان، تزاحم عليه واجب طاعة الله وواجب طاعة الوالدين، ففضل صلاته على بر أمه. وأنطلق في هذه الخطبة ونحن على أبواب رمضان، شهر الصيام وشهر القيام، لكن قبل ذلك أريد أن أجيب عن سؤال سألني إياه أحد الشباب بعد الخطبة المنصرمة. قال: لقد ذكرت واجب أو ما فرضه الله على الأبناء والبنات تجاه الوالدين، واجب الأولاد نحو الوالدين، فإذا كان الوالدان لا يقومان بواجبهما نحو الأولاد، هل يطالب الولد بواجبه نحو والديه مع انخرام وعدم احترام الوالدين للواجب نحو الأولاد؟ وهذا قد يظهر في باب التساوي، معقول أن نساوي بين الأب والأم وبين الأولاد، لكن الله سبحانه وتعالى لم يساوي بين الوالدين وبين الأولاد. قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال في الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لم يساوي الله سبحانه وتعالى في ذكره للأولاد بذكره للوالدين، رفع من قيمة الوالدين وأمر بالإحسان إليهما ونبهنا على خطر الأولاد وخطر الأزواج وفتنة المجتمع الذي يحيط بنا. هذه واحدة، فلا نغلط ولا نقول أو لا نترك للشيطان أن يزين من باب أنه يقول لك باك ما كيتهلاش فيك، أمك ما كتهلاش فيك، حتى أنت ما تهلاش فيهم. هذه قاعدة ليست صحيحة في هذا الباب. هذا الباب ليس فيه التساوي بين الوالدين وبين الأولاد، وقد أشرت إلى ذلك في خطبة الأولى، فقلت: هل تساوي موقفك من أمك أو أبيك وأنت تترقب موتهما مع من ولدك وهو يترقب أن تكون إنسانا قائما بذاتك
لك مكانتك في المجتمع، ولك ولك ولك، يتمنى لك كل خير. هذا لا يتساوى مع هذا. مجال التساوي في هذا الباب الفقهي منعدم. ولهذا من باب التنبيه، إياك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تضع نفسك في ند، أو تضع نفسك ندا لوالديك، تقول هما ما تهلاوش فيه حتى أنا ما نتهلاش فيهم، ولا أعاملهم إلا بما عملاني، أساء معاملتي فأسيء معاملتهما. هذا لا يدخل تحت قاعدة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طاعة الوالدين والبر للوالدين يقوم به الأولاد حتى ولو كان الأب والأم كفارا، حتى ولو كان الأب والأم ليس على الإسلام، أنت مطالب بالإحسان إليهما. وهنا الله سبحانه وتعالى لم يضع قاعدة، وأكرر هذا الكلام، التساوي، لأن مسألة التساوي من أكثر ما يحتج بها الأولاد. يقول لك با فرط فيه أنا فرط فيه، ولا أمي فرطت فيه حتى احنا فرطنا فيها. لا، أكرر، نحن الأبناء والبنات مطالبون ببر الوالدين مهما كان شأنهما. وضع هذا بين عينيك، مهما كان شأنهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاعبهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لاحظ أخي، إذا أمرك أبوك بأن تعصيهم، بأن تعصي الله وتطعهما في معصية الله، في باب الخروج من الدين وما هو معلوم من الدين بالضرورة، كأن يطلب منك أبوك أو أمك ترك الصلاة أو عدم الصيام أو ما إلى ذلك، فلا تطعهما. وماذا بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. والدليل الآخر على انعدام التساوي في هذا الباب، لو أمرك إنسان ليس من باب الوالدين، صديق، أخ، أمرك بمعصية الله، فبأي شيء يأمرك الشرع؟ يأمرك أن لا تطيعه في معصية الله، وأن تتبرأ منه، ولا تصاحبه ولا ترافقه. هذا صاحب شرير أمار بالسوء. لكن لاحظ في الوالدين ماذا قال لك؟ ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني مع أمرهما لك بمعصية الله لم يأمرك الله أن تتبرأ منهما. فليعلم هذا الأمر، فهو جد مهم. إذن خلاصة الكلام، أدي واجبك نحو والديك الأب والأم مهما كان شأنهما، كان طائعين لله، عاصيين لله، كان كافرين، لا يهمك حالهما مع الله ووضعهما مع الله. الذي يهم هو أنهما والديك، فعليك بالإحسان إليهما. ولنعود إلى جريج بعد محنته، وبعد أن استجاب الله لدعوة أمه، فابتلاه الله بما ابتلاه، ولكن جريج لجأ إلى الله. هذا الغلام غلامك، وهذه السيد البغي تدعي أنك أنت صاحبها وأن هذا الغلام منك، فقال قرب مني الغلام. بعدما أن توضأ وصلى ركعتين، قال أتسمح لي أو إذان لي أن أصلي؟ وجاء في الحديث فتوضأ وصلى ركعتان. هذا يعطينا إشارة أن الوضوء كان موجود حتى في الأمم السالفة، في الأديان السالفة، في اليهودية والنصرانية الوضوء موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال فتوضأ وصلى. إذن الوضوء كان موجود. واش نفس الوضوء اللي هو موجود عندنا احنا؟ الله أعلم، لكن الوضوء موجود. وصلى، ثم بعد ذلك غمز بطن الابن أو بطن الغلام وقال له من أبوك؟ قال أنا ابن الراعي. وفي رواية راعي الضأن، أنا ابن راعي الضأن، أي راعي الغنم. فالله سبحانه وتعالى أجرى معجزة على يد جريج، ونقف على سبب هذه المعجزة لنجد أن السبب الأول ما يعبر عنه أهل العلم بسابقة العمل. ما معنى سابقة العمل؟ سابقة العمل هو الرصيد
الذي يتراكم عند الإنسان بطاعته لله سبحانه وتعالى. صدق الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إذ قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا مطابق لقول الله تعالى، عفوا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظه فيما سبق، وأنت في سعة وأنت في رخاء وأنت في يسر، تشبت بدينك، تشبت بتعاليم الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تمسكت بهما فهي العروة الوثقى. إذا تمسكت بالعروة الوثقى فكن على يقين أنك إذا أصابتك مصيبة أو نزلت بك نازلة ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى، حاش معاذ الله أن يتركك الله في حالك ولحالك، بل سيأتي الله سبحانه وتعالى بقدرته وبلطفه ورحمته فينجيك مما أنت فيه. فإن كنت في ضيق فإنه سبحانه وتعالى بقدرته العزيز سيخرجك من الضيق إلى السعة، وإن كنت في كرب سيزيل عنك كربك، وإن كنت في شدة فسيفرج عنك شدتك، لكن بناء على قاعدة سابقة العمل التي ينساها الكثير منا. لا يتعرف على الله إلا عند الشدة ثم يقول: لماذا لم يستجب لله؟ لا تنسى أخي أن جريج لما وقفت عليه أمه وقالت له: يا جريج، قال: ربي، أمي وصلاتي. وآثر الصلاة على الأم، كان بارا بأمه كما ورد في الروايات، كان يحسن لأمه، كان يقضي حاجة أمه. لكنه في يوم ابتلي، واجب الأم وواجب الدين، وآثر الدين على الأم وتكرر الأمر. فلما غضبت عليه قالت: اللهم لا تمت جريج حتى ينظر إلى وجوه المومسات. غضبة، مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، غضبت. فإذا هناك سابقة العمل سواء في بر الأم أو في طاعة الله. لكن لما تزاحم الأمران اختار الله، فلم يضيعه الله. لما وقع في هذه الشدة أو في هذا الابتلاء وقذف، هذا قذف، قذفته هذه السيدة بأنه وقع معها في الفاحشة، تأتي سابقة العمل. الله سبحانه وتعالى يسوق لنا سابقة العمل مع نبي الله يونس: لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هي فعلت فعلها لأول مرة ابتداء؟ لا، إنما فعلت فعلها لأنها كانت من سابقة عمل سيدنا يونس عليه السلام: لولا أنه كان من المسبحين. بعض أهل العلم قال: التسبيح هنا تسبيحه في البطن، في بطن الحوت، لولا أنه، ولكن لولا تأتي للاستدراك: لولا أنه كان في سابقته من المسبحين. فلما وقع في بطن الحوت وأصابته ظلمات الحوت وظلمات البحر، نادى: لا إله إلا أنت في الظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءت سابقة العمل لتزكي الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جريج عرف الله في الرخاء، فلما جاءت الشدة كان الله معه سبحانه وتعالى، لم يتخلى عنه الله، بل استجاب الله لدعوته وأجرى على يديه كرامة من الكرامات، أن أنطق الله سبحانه وتعالى هذا الصبي الذي، أو الرضيع بالأحرى، الذي ولد حديثا، أجرى الله هذه البركة. كما نحن الآن في الحديث، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، والله سبحانه وتعالى أذن لهذا الرضيع، لهذا الصبي المولود الجديد، الله سبحانه وتعالى أصدر أوامره لأعضاء الطفل من لسان وعقل وسمع، لأن لا بد من أن يسمع كلام الأب: من أبوك؟ من صاحبك؟ فسمع
هذا الرضيع سؤال جريج وأجاب. قد يستغرب الإنسان ويقول كيف يتكلم الصبي وهو لم يميز بين الحروف بعد. أقول لك اسمع قول الله: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة منهم من سيسحب على وجهه إلى النار، من سيسحب على وجهه أي سيمشي على وجهه، أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: وكيف يحشر الناس على وجوههم، كيف يمشي الناس يوم القيامة على وجوههم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: من الذي أمشاهم على أرجلهم؟ قال الله: قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نحن ننسى هذه القواعد الإيمانية المهمة التي ينبغي أن تتأصل في قلوبنا وفي أنفسنا وفي معتقدنا، أن الله على كل شيء قدير. وإن كان جريج ليس نبيا من الأنبياء، نحن نعلم أن موسى أن عيسى تكلم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لكن الذي أنطق عيسى وهو في المهد هو الذي أنطق ذاك الغلام أو ذاك الصبي المولود الجديد لجريج. لماذا؟ لأن جريج كان من أهل الذكر، كان من أهل الطاعة، كان من أهل محبة الله ومن أهل رضوان الله، فلما ابتلي توجه إلى الله وقال يا رب، ودعا الله في صلاته، فاستجاب الله له دعاءه وكلم أو تكلم هذا الصبي ورد على سؤال جريج. فخرج جريج من محنته، وخرج جريج من هذه الدعوة فضحك، فقالوا له: ما أضحكك؟ في رواية من الروايات قال لهم: أضحكتني دعوة أمي. لم يغضب على أمه بل ضحك، لأنه عندها تذكر أن عندما وقفت عليه أمه تقول له يا جريج، كانت في حاجة إليه. ماذا فعل جريج؟ لم يستجب، فضحك لما تذكر. هذه خلاصة قصة جريج، وهذه خلاصة هذا الحديث الذي حاولنا أن نعيش في أجوائه، لكن نستخلص منه ونحن على أبواب رمضان أشياء. شهر رمضان إخوتي شهر القيام، شهر رمضان شهر الصيام، شهر رمضان شهر العبادة الحقيقية، شهر رمضان محطة من المحطات التي أرادها الله لهذه الأمة كما أرادها لغيرها من الأمم، لكن هذه الأمة خاصيتها أنها حافظت على الشرع كما أوحاه الله لنبيه. فبقي رمضان كما بقيت كل العبادات على أصلها وعلى وجهها الصحيح، فهي محطة للذكر، محطة للصوم، محطة للعبادة، محطة للصلاة، محطة للتقرب من الله سبحانه وتعالى. انظر أخي المسلم إلى جريج وهو يصلي ركعتان يتوجه فيهما إلى الله في شدة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. هل الله سبحانه وتعالى تخلى عن جريج؟ هل الله سبحانه وتعالى أعرض عن جريج؟ أقبل جريج على الله فأقبل الله عليه، صدق جريج مع الله فصدق الله معه، أحسن نيته مع الله فأحسن الله إليه. ها هنا أمام المسلم وقد يكون رمضان الجمعة المقبلة فرصة أن يصلح فيها الحال مع الله، فرصة أن نقيم فيها سابقة عمل إن ضاقت بنا ضائقة أو نزلت بنا نازلة أو أصابنا أمر أو مصيبة وجدنا الله سبحانه وتعالى معنا. ألا تحب أيها المسلم أن يكون الله معك؟ ألا تحب أيها المسلم أن يجازيك الله جزاء لا يعلمه أحد؟ ألا تحب أيها المسلم أنك عندما تفتح فمك في رمضان وتتكلم وتقرأ القرآن وتخرج منك هذه الرائحة، رائحة البطن الفارغ الصائم، والناس يكرهونها لكنها عند الله تساوي ريح المسك، هي رائحة كريهة لا يحبها الإنسان، لكن خلوف فم الصائم لأطيب عند الله من ريح المسك. إذن رمضان يعد فرصة عظيمة تجمع كل الجوانب للمسلم، تفتح له باب المصارعة إلى الخيرات من نفقة وصدقة وإفطار الصائم، تفتح له فرصة الصلاة والإكثار منها في شهر رمضان، من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا،
غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وأحاديث الثواب في رمضان كثيرة، لكن أهم منها من صام وقام، صيام إمساك عن شهوة البطن والفرج في رمضان من الفجر إلى غروب الشمس، والقيام، والقيام هو الصلاة. وفي شهر رمضان يراجع المسلمون القرآن خلال صلاة التراويح، وخلال النهار يقرأ الإنسان يجعل له وردا وحصة. ألا تريد أن تكون هذه هي ذخيرتك، هي خزانتك، هي زادك فيما تبقى من السنة؟ فإذا وقعت كما وقع جريج وجدت لنفسك مخرجا بسابقة العمل. إذن أيها المسلم استغل هذا الشهر، استغل هذا الشهر. سألني أحد الإخوة ما هو برنامج رمضان، هل لرمضان برنامج؟ ما هو برنامج رمضان؟ وهل لرمضان برنامج؟ برنامج رمضان قد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام وقام، من أفطر صائما. هذا هو الذي ينبغي أن يكون هدف الإنسان المسلم في شهر رمضان، أن يصومه دون أن يجادل فيه أو يخاصم فيه أو يفاجر فيه أو يتسب فيه، وليقل إني، اللهم إني صائم. هذا البرنامج الأول، أن تحاول أن تتخلق بأخلاق رمضان وأنت صائم. وأخلاق رمضان خذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذها لا من فوازير ولا من برامج تلفزية وما إلى ذلك. بعض الناس كيشوفوا الكتب والمجلات أشنو كاين في رمضان من برنامج، من فكاهة ومن سهرات ومن برامج ومن مسلسلات، عدو متبع برنامج رمضان تلفزي. هذا ماشي برنامج، هذا خراب رمضان. برنامج رمضان أنت مسؤول عنه، وليست التلفزة المسؤولة عنه. أنت الذي ينبغي أن تقيم لنفسك برنامجا كيف تقضي نهارك صائما في إطار صيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت الذي تصنع برنامج رمضان في المساء، أني أصلي العشاء في المسجد، صلاة العشاء في المسجد عفوا، وأصلي فيه التراويح مع المسلمين، فأراجع فيه القرآن. إن لم أستطع أن أقرأ القرآن لانشغالي وضعفي وقلة علمي باللغة العربية، ولا أستطيع، فلا تضيع فرصة أنك تأتي إلى المسجد وتستمع إلى تلاوة القرآن في شهر رمضان. هذا هو برنامجك، ينبغي أن تصنعه أنت لنفسك، لا تنتظر من أحد آخر أن يضع لك برنامج. فكأنك سلبت شخصيتك وسلبت إرادتك إن علقت برنامجك بالآخر. أنت الذي ستقف بين يدي الله، أنت الذي ستسأل عن رمضان كيف صمته وكيف قمته، لن يسأل عنه الآخر. وينبغي للإنسان المسلم أن ينمي إرادته في شهر رمضان. إن كانت هناك لرمضان خاصية مهمة مباشرة على النفس، فإنها تقوي شخصية الإنسان المسلم. هل تظن أنه من السهل أيها المسلم أن تمسك عن المأكل والمشرب وشهوة الفرج من الفجر إلى، إن كنت متزوجا، من الفجر إلى غروب الشمس؟ فوالله هذه لا يقوم بها إلا الرجال والنساء الأكفاء ذوي الإرادة القوية. البطن يطالبك بالمأكل، وكل شيء في الإنسان يطالب بشهوته ولذته، ولكن أنت تسارع كل هذه اللذات وتقاومها وتدافعها من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. فتخرج بعد صيام 29 أو 30 يوما وقد نميت في نفسك إرادة قوية تعينك على التغلب على شهوات الحياة وملذاتها. ولهذا أعجب كل بعض العجب من بعض الخرافات، أعجب كل العجب من بعض الخرافات التي شاعت في المجتمع المسلم. بعض الناس كيقول لك والصحيح سيدي قبل من رمضان 40 يوم، أنا إنسان كنشرب الخمر، قبل من 40 يوم قالوا لي وقف الخمر، راه الخمر كيبقى في الدم، وباش ملي تصوم ما يكونش فيك. سبحان الله، من أين هذا، من أين جاءت هذه المقولة؟ ما هذه الخرافات التي انتشرت عند الناس؟ واحد خرطة ودير شعبانة، واحد جسوني قال لي ما موقع شعبانة في الفقه،
الفقه الإسلامي ولا الفقه الشيطاني. في الإسلام ما كاينش شعبانة، هذيك فقه ديال إبليس كيجمع الأباليس ديالو، لأن الشياطين تصفد في شهر رمضان فيجمع الشيطان أولياءه ويحتفلون قبل أن يصفدوا، كي يأكلوا كي يشربوا كي يزردوا، كي يقولوا كولوا زردوا راكم غتصفدوا غتشدوا وعرقوا هذا. هذه كي شعبانة، شعبانة حدث شيطاني يستعملها أولياء الشيطان لإرضاء الشيطان، ولا وجود لها في شرعنا. وقالوا لي شعبانة لصقوها مع شعبان، والآخر جاي كيسول حتى هو على الخمر في 40 يوم، مصيبة. ولهذا أقول لشاربي الخمر وشاربي الدخان والوليدات ديالنا أصحاب الشيشة كلهم، هذا نقول لهم رمضان أمامكم فرصة لتتخلصوا من هذه الخبائث. السجارة خبائث، الخمر خبائث، الشيشة خبائث، الزنا خبائث، الكذب خبائث، الزور خبائث، كلها حرمها الله وحرم الله الخبائث. فإن أردت أن تقوي شخصيتك وأن تتخلص من هذه الخبائث، ها هو شهر التخلص من الخبائث قد أقبل علينا، وهو شهر رمضان. فإن قضيت شهرا بكامله لا تشرب فيه خمرا ولا تشرب فيه دخانا ولا شيشة، وتعود نفسك على الصدق وعدم شهادة الزور وكل الأخلاق المذمومة، فهل تستطيع بعد 30 يوما أن تعود إلى هذا الشر كله؟ وأسفة. ولهذا أقول أولئك الذين يقولون للناس، بعد الإنسان كيكون مبلي كيكون عنده ولد ولا زوجة كيكون عنده زوجة، وكتقول له بقات 40 يوم رمضان، والله يهديك ما تشربش الخمر هذا 40 يوم. فواحد منهم قدم لي عذر يظن أنه أحسن اجتهادا، وهو عذر أقبح من زلة. قال لك غير 40 يوم، إلى وقف 40 يوم ما شربش الخمر وزيدها 30 يوم ما شربهاش عاود تاني، هي شحال؟ 70 يوم. ولا 70 يوم ما شربش الخمر، راه الدم ديالو طهر من الكحول وطهر من الخمر، فان شاء الله ملي غادي يخرج رمضان غير قراسو نقي. قلت له غادي يخرج رمضان يسمع العيد يحط القرعه. علاش؟ لان انت دخلتيه بالكذوب، وغيخرج بالكذوب ابدا. الدعوه لا تقوم على الكذب، الدعوه الى الله تقوم على الصدق. ما كاينش قضيه 40 يوم وقف الخمر باش يطهر الدم ديالك، ابدا ما كايناش هذه في الدين. اللي كاين في الدين الخمر ام الخبائث، والله سبحانه وتعالى حرمها. اخي المسلم ايها العاق لله ايها شارب الخمر، اجعل من شهر رمضان شهر توبه لك وصلح مع الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن ام الخبائث، لا خير فيها، لا للصحة ولا للجيب ولا للمجتمع، خراب وهلاك على كل المستويات. وهل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أم الخبائث هكذا عبثا؟ أم الخبائث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل علينا برمضان بسلام، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يغفر لنا فيه ذنوبنا. عباد الله، إن الله باسط يديه بالليل يتوب مسيء النهار، وباسط يديه بالنهار يتوب مسيء الليل، فتوبوا إلى الله واستغفروا الله إنه الغفور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، ويمن كتابنا، وارحمنا، وإن توفيتنا توفنا مسلمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام ورمضان مقبل علينا أن ترحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ناصر المؤمنين انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك راية الحق والدين، وانصرنا وانصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم قوي شوكة إخواننا في سوريا، اللهم قوي شوكتهم ورص صفوفهم وانصرهم على هذا الطاغية نصرا مؤزرا في هذه الأيام المقبلة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا إلى صالح الأعمال وجنبنا أخبتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهيئ اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ومتعنا بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مجموعة من الأدعية، دعاء لأخ مات والده بالرحمة. اللهم ارحم والده وارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم والده وارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم والده وارحم أموات المسلمين أجمعين في هذا اليوم وفي هذه الساعة، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء للطفل بالشفاء واللطف، اللهم رب الناس ذي البأس شفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء لامرأة وأولادها كذلك بالحفظ والصون، اللهم احفظها في مالها واحفظها في بيتها واحفظها في أولادها، واجعلها من المسلمين من المسلمات الصالحات القانتات. ودعاء لمريض آخر، نسأل الله أن يشافيه ويعافيه ويحسن خاتمته وخاتمتنا. ودعاء لسيدة كذلك بالشفاء والحفظ والصون، واحفظ اللهم المسلمين أجمعين بما حفظت به كتابك العزيز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة معنا شاب يعتنق الإسلام إن شاء